من بعد بدا لي واحد الحصار طويل والمشاكل العائليه، وصلت للطلاق، طلقت لانني وقع لي المشاكل العائليه المصاري وهداك الشيء. ولكن هذا المشكل ديال الرياضه ما بغيتش نجيبو للولاد ديالي، لان ولات عليا الضغط بانني اما نسافروا برا ولا داك الشيء، هذا هو المشكل اللي وقع لي. فانا طلقت، نهارت العائله ديالي تشتات، وانسان ما تينعش. واحد النهار جاو عندي العدائين اصدقاء ديالي، قال لهم خويا طلب منهم، قال لهم ديو معكم الترينير عنده مشاكل وهذا، يرجع على الاقل يفيق شي شويه وهذا. فعلا مشينا للتيران، تنتفاجئ وهذاك النهار اللي تندخل التيران، تندخل التريني، تنتفرج بواحد السيكوريتي جاي من بعيد تيجري، تمولت شي حمراء تتغادر هذا المكان. جاء انه كانه جاي هاي جاي يضربني. وصلت لحدايا قال لي حاشا واش نخرج خويا البطل الكبير، حاشا ويجلس للارض. وفعلا هذه الهضره قال لي اخويا انا تيعطيوني 36 فري بحاكا، قال لي غدا ولا اليوم ولا غدا يجريو عليا، فمن الافضل انت عليا. فقلت لي انت اللي تستاهل الجائزه، انا اللي غادي نغادر هذا المكان وما نكونش انا هو السبب نخرجك على الخدمه ديك. ويقول لي انا البطله فلان فلانيه، العداء فلان فلانيه، راه هي اللي سيفطاتني ونخرجت في حالاتي، مشيت في حالاتي. داز 5 شهور خرجت، دخلت عاوتاني نفس المشكل، جا عنده سيكوريتي شديته من يديتي حتى عندهم تقابحنا، ملي مشى في حالاته مشاو عند الدراري، قالوا له علاش وصلتي لهذاك العداء عرفتي شكون هو؟ قال لي انا مامور من هذيك السيده. من بعد مشت راسي الحصار عليا، كان العميل، فتلقى معي المدير التقني القديم، قال لي والعميل بقيت تنتريني معاه، تنيت مع العميل شي ايامات وانا نحكي ليه المشكل، حكى لي واحد السيد، فطلعني قال لي طلع ويدوي مع داوده، دور لداوده التليفون، دور الديريكتور التكنيك التليفون، يا ربي دور لي التليفون، قال لي كيما داير مع دور لي التليفون ما جاوبوش، بغينا نخرجوا ويصوني التليفون ويدير بارور، تسنى حتى شي يقول. قال لي كيما داير، كيما داير المدير التقني، كيما داير مع العدائين، كيما داير مع الرياضيين، شكرو. ويقول لي الاخر المدير التقني، قال لي شكون انت؟ قال لي انا العميل فلان 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 فلاني. قال لي مزيان. في الاخر ويدخل معاه في الموضوع ديالي، قال لي شوف غادي نقول لك واحد الهضره، قال لي راه عندي واحد البطال، عندي واحد العداء ولكن ما تساومنيش عليه. ويقول له الاخر شكون هو؟ قال لي بردوان عبد الرحيم. قال لي بردوان عبد الرحيم كون كان معنا كون راه ملياردير. واش بردوان عنده 40 عام ولا 39 عام، هي عنده 26 عام؟ ما يمكنش ان العداء ما تيرجعش، السن ما تيرجعش، والنهار ما تيرجعش، النهار ما تيرجعش بالليل، عمره ما يرجع. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.